على وقع الاحتجاج، قررت 6 نقابات مستقلة في قطاع التربية تكتلت فيما بينها افتتاح السنة الدراسية، داعية إلى الاستجابة لمطالبها المتعلقة أساساً بمشاكل مهنية واجتماعية. إذا كان تم الاستمرار في عدم التكفل بالمشاكل المطروحة، هذا الأمر اليوم أو غدا سيعاد ظهوره على في الواجهة. لذلك نحن من الآن نقول بأنه هي فرصة للتكفل بهذه المشاكل المطروحة حتى نتفادى اضطرابات مستقبلية. ولم يستبعد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية العودة إلى الاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطالبها. الحركات الاحتجاجية نعاود نقول هي ما هي إلا وسيلة وليست غاية، ولكنها مرهونة باستجابة وزارة التربية الوطنية، لأن مطالب الفئة التي أمثلها ليست من اليوم، هي منذ 2002، وبالتالي لها عقدين من الزمن. احنا لا يهمنا الأشخاص بقدر ما تهمنا تواصل الشخصيات المعنوية. نحن نتعامل مع وزارات وليس مع أشخاص، ليس كل وزير يجي جديد نفتح معه ملف من جديد. وفي انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات الثنائية المقررة الأسبوع المقبل بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المعتمدة حديثا، تبقى عديد المطالب والملفات المطروحة منذ سنوات عالقة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الدخول المدرسي الذي وصفه الوزير بالأصعب.